قلت لكم امبارح ان الاحتفال بنادي الزمالك مستمر لليوم، بدأنا امبارح ونكمل النهارده. الزمالك يستحق الاحتفاليه؟ نعم يستحق الاحتفاليه. احتفل اللاعبين والجهاز الفني والجماهير في ارض الملعب اليوم بدرع الدوري بعد التعادل مع الاتحاد السكندري، بعد ما كان حسم الزمالك لقب الدوري امس بعد فوز فيوتشر على بيراميدز. فوز في كل الاستحقاق الممكن لنادي الزمالك هذا الموسم. انتصار كبير بالدوري، انتصار كبير جدا بمسابقه كانت في منتهى الصعوبه لاكثر من سبب. تلاقي مثلا الاهلي وبيراميدز كانوا بينافسوا لاخر الفترات، الاهلي وبيراميدز حتى مع حاله النادي الاهلي، حتى مع تراجع بيراميدز في بعض الوقت، بس كانوا بينافسوا الزمالك وبقوه على لقب الدوري، فمنافسه صعبه جدا. الزمالك عنده غيابات بالجمله بسبب اصابات ورحيل لاعبين، الزمالك عنده تغييرات اداريه، عنده تغييرات في الجهاز الفني، عنده كل حاجه ممكن تبقى صعبه تخلي فريق ينجح ويحقق بطوله. ورغم كده نادي الزمالك كان بطل في النهايه. نادي الزمالك يستحق التحيه في موسم استثنائي بكل المقاييس، موسم اعجازي بالمعنى الحرفي للكلمه. مفيش حد كان يتصور او يقول من المنطق ان الزمالك يوصل لمنصه التتويج سواء في الدوري او في كاس مصر مع كل هذه الظروف الصعبه والصعبه جدا. تحيه لكل فرد من منظومه نادي الزمالك، كل فرد موجود في منظومه نادي الزمالك يستحق التحيه، من أصغر مشجع لأكبر إداري، كلهم شاركوا في هذا النجاح. ما ينفعش أبدا تفصل أي شخص عن هذا النجاح، وما ينفعش شخص واحد هو اللي هياخد النجاح لوحده، حتى لو كان فيريرا، حتى لو كان جوزفالتو فيريرا اللي عمل كل حاجة ممكنة وكان رب السفينة بشكل رائع وعظيم، ولكن كان في أيضا لاعبين التزموا ولعبوا بقتال وبروح كبيرة، عشان كده الزمالك خد الدوري. كان في جماهير عظيمة، جماهير نادي الزمالك العظيمة اللي دايما دايما تلاقيها في الضراء قبل السراء، واقفة بظهر فريقها، بتساند فريقها، بتشجع فريقها، بتدعم فريقها، ما بتزعلش، ما بتهبطش، ما بتحبطش، دايما موجودة جماهير نادي الزمالك في المعاد. علشان كده جماهير نادي الزمالك زي ما قلت في المقدمة هما بطل المشهد الأول، هما الصورة المضيئة الأبرز في هذا الانتصار وكل انتصار. جماهير نادي الزمالك تحديدا عادة تعاني. تعاني ليه؟ في حاجة دايما كده كانت بتحصل في الزمالك، لخبطة، لخبط لخبط شوية في الأمور الإدارية، لخبط شوية في الأمور الفنية، لخبط شوية في الأمور اللي متعلقة باللاعبين، لخبطة طول الوقت، طول الوقت في لخبطة، ورغم كده تلاقيها ما بتهبطش. ما بتهبطش، تساند وتدعم وتقف جنب فريقها في كل الظروف الصعبة قبل الظروف الجيدة. عشان كده هما البطل الأول في هذا المشهد الرائع لنادي الزمالك اللي كان فيه بالكامل منظومة رائعة، من أصغر مشجع لأكبر إداري في نادي الزمالك شريك في هذا النجاح الباهر الكبير الاستثنائي الإعجازي اللي عمله نادي الزمالك هذا الموسم.